ونصبر على من استفزنا ونأخذ حقنا بين يدي الله عز وجل، ونصبر على من أذانا في ديننا ونأخذ حقنا بين يدي الله عز وجل، ونصبر على الذين يجتهدون لتبديل دين الأمة ونلقى الله عز وجل ثم نأخذ حقنا. لأدنى في عرض ولا لأدنى في مال ولا لأدنى في شي حاجة نسامحه على بالناش، ولله المنة والفضل. لكن من أذانا في ديننا والله لا نسامحه إلى أن نلقى الله. من أذان في ديننا كافرا كان أو مسلما، من أذان في أعراضنا الدعوية، من أذان في طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل، من افترى على المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى دعاة المسلمين، من افترى عليهم الكذب والله لنسألنه بين يدي الله عز وجل ولا نسامحنه، والله لا نسامحه أبدا حتى نلقى الله. هذا دين، أسأل الله العافية. لكن نموتوا بلا دين وبلا رجلين، وما نموتوش بلا دين. وجيو أدي ونف البلد ديالنا اللي 12 قرن والإسلام فيه، وتجي شرذمة الله ولي البارح رضعت من بالزولة ديال العلمانية والإلحاد، وتجي هنايا عند المغاربة باش تبدل لهم دينهم. لا والله لا نسامحهم حتى ولو انتصر أمر الله عز وجل ونحن أحياء. أمر الله عز وجل منتصر وإسلامه قائم، غير هي امتى سنة التوقيت، وهذا بقدر الله. وخا نشوفوها ويبان هنا وهما يبان ممحوقون الى ما قدرش الله عز وجل الهدايه، وبان مدحوه وما يبانوا لنا مدحورين وبان مطرودين، ومع ذلك لا نسامحهم الى ان نلقى الله، حيت هذا دين وبلا به ما كنسوا حتى حاجه. سلام عليكم بما صبرتم فادخلوها خالدين. الصبر، منزله الصبر هذه بوحده، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها، لا إله إلا الله، يلقون فيها تحية وسلام. الفعل جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، ما قال يلقيهم فلان ولا علان، يلقون فيها تحية وسلام. من يسلم عليه؟ سمعتاش مزيان؟ من يسلم عليه؟ الله عز وجل. تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فادخلوها خالدين. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويلقون فيها تحية وسلام. يحييهم ربهم عز وجل وتحييهم الملائكة، هذا يوم التتويج، هذا يوم الأعطية، هذا يوم الجزاء. صبرت على استهزاء الناس بك في الدنيا وقبضت على الجمر، هذا يوم الجزاء. صبرت على الابتلاء في الدنيا، سواء كان ابتلاء غنى أو ابتلاء فقر، ابتلاء فقر واجهته بالصبر، وابتلاء الغنى واجهته بالشكر، وكلاهما يحتاج إلى صبر، هذا يوم الجزاء. صبرت على ديك المرأة وخا كانت شي شوية صليطة في اللسان ديالها وكذا إلى آخره، لكن ابتغاء مرضات الله، هذا يوم الجزاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صبرتي على ذاك الراجل كان شي شويه تصرفات ديالو ما هياش وكذا الى اخره، لكن قلتي حيت كيصلي نصبروا عليه وكذا، المهم نجتهدوا مع راسنا. صبرتي، هذا يوم الجزاء. الفتن، خدام انت في خدمه ما فيهاش مراه وحده محجبه، ما فيهاش شاب واحد كيصلي، كل شيء مقطع الكابليات الا انت بوحدك، كتقول ما يمكنش زعما انا بوحدي اللي على الصح وكذا الى اخره، ومع ذلك استعليت على شهواتك ونزواتك والشبهات التي بثت فيك وقبضت على الجمر وصبرت، هذا يوم الجزاء. يلا ذاك النهار كنتي باقي صغيور غادي بكباك باش يسجلك، ولا غادا بك الام باش يسجلك في المدرسه وصغيور، تبارك الله كبرتي، الزمن تيدوز. انما هي ايام القلائل، اي شويه تصبر، اي شويه تصبر، تجتهد تعمل. حنا الله ذكرناها وجعلنا للمتقين إماما، إنسان يجتهد ولكن صبر، جاء يوم الجزاء، جاء يوم الجزاء. وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إيش ويا الصبر، إيش ويا الصبر، ونلقى الله عز وجل. وداك الشيء اللي كنا مبتلين فيه يعني نرضى به ونحمد الله عز وجل عليه، نجتهد في إزالة ما يضرنا، لكن إن ابتلانا الله عز وجل فنحن نرضى فالحمد لله.